وأفئدتنا تتراقص مبتهجة بعملكم. هيا نصبح أصدقاء لبحر الحياة. تم اليوم بعون الله تعالى تخليج الدفعة الثانية من الأطفال في مركز اليد البيضاء. تدرب الأطفال على عدة برامج مثل أساليب البقاء والحماية. بلغ عدد الأطفال 350 طفل. كان الهدف من هذه البرامج هو تخليص الأطفال من الضغوط والأحداث المقلبة. تم التخليج ضمن حفل تكريمي كان فيه العديد من العروض والمسرحيات. اختتم هذا الحفل بتوزيع بعض الهدايا والألعاب كعامل محفز ومرغب للأطفال.